بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. طبعا بسبب إعدادات الحاسبة كان صوت المحاضرة السابقة ضعيف جدا، فراح أعيد المحاضرة. الموضوع هو Sequences and Infinite Series، موضوع يختلف عن طرق التكامل، هو المتتابعات والمتسلسلات اللانهائية. ببساطة إذا نريد نجي نعرف المتسلسلة، نعرفها هي عبارة عن دالة. شوفوا، a sequence is a function whose domain a set of positive integer، يعني هي دالة مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. we may denote the function by f، ممكن نرمزلها بالرمز f. قيمتها عند الان نسميها الانتر، قيمة الدالة عند النقطة N اللي تنتمي بالزاد زائد نسميه الان تيرم او الجنرال تيرم، الحد النوني او الحد العام، ونرمز له بالرمز اي ان يساوي اف اوف الان. والمتتابعة راح نرمز لها باحد الرموز الثلاثة، يا اما بشكل اقواس مجموعة اي ان والان من واحد للانفينيتي، او بهالشكل هاي اقواس مفتوحة الاي ان، او ممكن نكتبها اي 1 اي 2 اي 3 اي ان الى ما لا نهاية. مثال، شوف هسه هذا المثال الاي ان يساوي اف ان، ومنطيني الان تيرم لهذه السيكونس ان على ان زائد 3، والان وين تنتمي بالاعداد الصحيحة الموجبة، يعني الدومين الها راح ياخذ 1 2 3. من نجي هسه نعوض الواحد هنا يعطيني الحد الاول هو 1 على 4، نعوض الثنين 2 على 5، نعوض الثلاثة 3 على 6. The general term is n على n زائد 3، إذا الحد العام هو n على n زائد 3. من نجي الآن إلى مثال آخر نقول الواحد على n، أيضا من نعوض واحد يعطيني الحد الأول 1، عوض 2 نصف، نعوض 3 وهكذا. هنا أنا مثال آخر يقول لي write the first 5 terms of the sequence that has an equal 5. هذه المتتابعة هي نوع خاص يسموها المتتابعة الثابتة، يعني ما تتغير بتغير n. شوف السحنة أنا من ال n مالتي 1 بقت 5، ال n 2 بقت 5 3، فممكن كتابتها بهالشكل هذا، وقدرت أكتب أول 5 حدود من هذه المتتابعة. Write the first 4 terms of the sequence has the general term. هنا نكتب دي أول 4 حدود للمتتابعة اللي الحد العام إلها هو square root of n plus 5 والn greater than or equal 1. Solution الa1 equal جذر 6، يعني هنا نعوض 1 زائد 5 6، نعوض 2 ينطيني 7، عوض 3 8، وهكذا. ببساطة ممكن نحدد المتتابعة. الآن نجي المن إلى مثال آخر. وين رحنا هنا؟ نرجع لبداية موضوعنا، كمل الأمثلة. هذا المثال إحنا كملناه. شوف هذا مثال 5. Find the general term of the following sequences. هنا العملية بالعكس، أنه يعطيني الحدود مال المتتابعة ويطلب general term. شوف الأمثلة الأربعة اللي قبلها كان يعطيني general term وطلع حدود المتتابعة. فهنا تركزون من خلال سياق المتتابعة مالتي أقدر أعرف الأنث تيرم إلها. فهنا أنا منطيني متتابعة 1 2 3، يعني هنا أنا الزيادة بمقدار 1. إذن الأي أن شي يساوي لي هنا أن، والأن تأخذ أعداد صحيحة موجبة 1 2 3. هذا المثال الثاني 1 على 100، 1 على 100 تربيع، 1 على 100 تكعيب، وهكذا. فنلاحظ هنا أنا البسط ما قاعد يتغير، عندي ثابت، المية ثابتة. هنا أنا منو اللي قاعد يتغير؟ الأس قاعد ياخذ 1 2 3. إذا هو هذا الآن أقدر أكتب الجنرال تيرم لها هو 1 على 100 أس أن، وما أنسى الآن تتحرك من الواحد للمعلى نهاية. هذا واجب تقدرون تشوفوه
على كيفكم، انه منطيني هنا شي يريد من عندي بالواجب. find the general term of the following sequences، منطيني متتابعات اشوف من خلال سياق هذه المتتابعة شنو اللي قاعد يتغير، اكتب الجنرال تيرم امامها. هذا مثال اخر، زين تكتبوا لي الجنرال تيرم الها. نجي الى موضوع مهم جدا بالمتتابعات وهو limit of the sequence. limit of the sequence موضوع مهم، احنا عندنا الدالة نقدر نوجد limit لأي دالة معينة. هنا limit of the sequence راح يحدد لي هل هذه المتتابعة تكون متقاربة أم متباعدة، وهذا الشيء مهم جدا. أنه هسه احنا نعرف الليمت، هذا كتعريف رياضي انتو ما تحتاجوه طبعا باعتبار اختصاصكم حاسبات. نلتجئ للتعريف الثاني، أنه if the limit of the sequence an is exist and finite we say the sequence is convergent. If the limit does not exist, we say that the sequence divergent. يعني هنا أنا راح أخذ limit للsequence مالتي عندما أنا approach to infinity، راح ينطيني لو all بحيث الall هو موجود وfinite منتهي، راح أقول عن هذه المتتابعة مالتي الan هي convergent. وإذا طلع ناتج limit infinity أو سالب infinity، راح نقول عن هذه المتتابعة divergent. خلينا نشوف هسه هذا المثال. show that هذه المتتابعة واحد على n convergent to zero. راح اخذ limit لهاي المتتابعة عندما انا approach to infinity، اي كمية على infinity راح ينطيني zero، then the sequence is convergent to zero، راح تكون متقاربة الى الصفر. الconvergent معناها متقاربة، ودivergent تكون متباعدة معنا. خلنا ناخذ نظرية مهمة على الغايات اللي ممكن نحتاجها في معرفة المتتابعة فيما إذا كانت متقاربة أم متباعدة. Suppose that the sequence AN and BN convergent to L1 and L2 respectively. يعني عندي فد متتابعتين، وحدة تقترب للL1 ووحدة تقترب للL2. خل نشوف هاي النظرية. غاية الثابت هي الثابت نفسه. إذا عندي ثابت مضروب في متتابعة، هذا الثابت يطلع خارج المتتابعة، فراح يكون الاقتراب لC في L1 باعتبار الAN هي convergent to L1، وهذا الC راح ينضرب بعدد الاقتراب. الليمت طبعا للجمع راح تتوزع، وهذا يقترب للL1 وهذا يقترب للL2، الضرب أيضا يتوزع على القسمة، ايضا يتوزع بشرط انه المقام ما يساوي لصفر لان يكون كمية غير معرفة. خلنا نطبق، نستخدم هاي النظرية القبلها. Determine whether the following sequences convergent or divergent. هل هذه المتتابعة متقاربة ام متباعدة؟ راح اخذ لها limit عندما ان approach to infinity. واعتقد احنا بتفاضل واحد درسنا الليمت واخذنا خواص الليمت عندما ان تكون ابروش تو انفينيتي. فهنا اذا نجي نعوض راح ينطيني انفينيتي على انفينيتي، راح نقسم على اكبر اس موجود بالبسط او المقام اللي هو منه الان تكعيب، فراح اختصر راح يكون عندي الشكل بهالشكل، واعوض واي كميه على انفينيتي تكون صفر، فهذا اثنين. اذا المتتابعه مالتي لان طلعت الليمت شنو فاينايت منتهيه، إذن هذه المتتابعة راح تكون convergent to 2. هذا مثال آخر، أيضا الليمت أي كمية على infinity صفر، راح تكون هذه convergent to 0. مثال آخر هذا اللي تلاحظوه أمامكم، أيضا نعوض أي كمية على infinity صفر، sin الصفر صفر، وهنا هاي القيمة سالبة ممكن نكتبها واحد على n أس 4 على 3، وأي كمية على infinity صفر. ممكن هنا نستخدم قاعدة هوبيتال أنه تتيح لي أشتق البسط وأشتق المقام وأعوض بالمرة الثانية. شوفوا بعد ما عوضنا انطاني هنا 4 على 3 في 0، لأن أي كمية على إنفينيتي 0، وهنا كوساين الصفر 1، فأثبتت بأن هذه المتتابعة تكون convergent to 0.
هذا مثال آخر. شوفوا أيضا عندما تقترب للإنفينيتي ويكون الناتج إنفينيتي ناقص إنفينيتي، ممكن نضرب بالعامل المنسب أو العامل المرافق، وراح يكون عندي بهالشكل هذا. أختصر وهنا طلع إنفينيتي على إنفينيتي، راح نقسم على أكبر أس بالبسط أو المقام. هنا بما أنه أكبر أس من عدي الأن، هنا أنا أن تربيع تحت الجذر، من أطلعها من تحت الجذر تطلع أن، إذا خارج الجذر راح نقسم على أن. تنتبهون هنا أنا هاي الحالة مهمة، وخارج الجذر راح نقسم على أن، وداخل الجذر راح نقسم على أن تربيع. وبالتالي بعد ما قسمنا طلع ناتج الغاية هذه نصف، إذا الـ AN المتتابعة هاي راح تكون convergence to نصف. مثال آخر وهذا مهم طبعا، شوفوا هنا أنا من يكون عندي شنو الأس متغير مو عدد، أس واحد على أن. احنا قلنا من تكون الدالة أسها متغير ناخذ دائما شنو لين للطرفين، فالليمت لهذا المقدار راح افرض الواي يساوي لي هذا المقدار، اخذ لين للطرفين هذا الاس راح ينزل حسب الخواص اللوغاريتم الاعتيادي اللي درسناها بالكورس الاول. فهنا راح اخذ ليمت لهذا المقدار، شوفوا هذه الان بالمقام زين، لين القسمه راح يكون طرح، اعوض لين الواحد صفر، بعد ما عوضت راح يكون الناتج صفر على صفر. راح نستخدم قاعدة هوبيتال هنا نشتق البسط والمقام، اللين شنو اشتقاقه؟ دالة بالمقام واشتقاقها بالبسط. هنا الان مشتقة الان واحد، ايضا راح ينطيني شنو؟ انفينيتي على انفينيتي، لان بعد ما نعوض. فش راح اسوي النوب؟ راح اقسم على اكبر اس موجود بالبسط او المقام. منو اكبر اس؟ عندنا الان تربيع، فراح اقسم البسط على ان تربيع والمقام ايضا على ان تربيع، بعد الاختصار راح ينطيني صفر. هذا من الصفر اللي هو لين واي يساوي صفر، ارجع اخذ اي للطرفين حتى احصل قيمة واي، راح يعطيني اي اس صفر واحد. اذا هذه المتتابعة راح تكون convergent to واحد. هذا الهومورك، determine whether the following sequences convergent or divergent. فهذا انتو تشوفوه بالبيت، ممكن تحددوا لي هذه المتتابعات تكون متقاربة أم متباعدة حسب الخواص اللي أخذنا. هذا السؤال الثاني، find the general term of the following sequences. عندي فد متتابعة هاي أريد الحد العام إلها. هاي النظرية تقول إذا عندي متتابعة أي أن بحيث الليمت للأي أن تساوي لفد أل معينة، إذا الليمت للأي أن مرفوع للقوة بي راح يساوي للليمت للأي أن الكل أس بي ويساوي لي أل قوة بي. إذا أنا هذا إذا لقيت متتابعة مرفوعة الأس ثابت، ممكن أشيل الثابت هذا وأوجد الليمت براحتي، وبعدين ناتج الاقتراب راح أرفع لهذا الأس. طبعا نظرية مفيدة، ممكن تخلصنا من تعقيدات كثيرة، واحنا الليمت نقدر ندخلها هنا. انا عندي الليمت لهذه determine whether هذه المتتابعة convergent or divergent، فراح اجي لهذه المتتابعة ادخل الليمت هنا. لو نلاحظ هنا انا من نعوض يطلع الناتج infinity على infinity، راح نقسم على اكبر اس بالبسط او المقام اللي هو n، وراح يطلع الاثنين على سبعة وبقت للقوة خمسة. هاي النظرية أيضا مهمة وممكن الاستفادة منها بكثير من الأمثلة، خصوصا اللي تكون بيها سالب حتى نتخلص منه ونشتغل على هالاتجاه هذا. يقول إذا limit n approach to infinity لمطلق أي n تساوي لصفر، إذا limit للأي n بدون مطلق أيضا راح تساوي لصفر. شوف هاي المتتابعة بيها سالب واحد قوة n على n convergent or، فأني هاي النظرية كلش مهمة، لأن من أجي أخذ ليمت أن تقترب للإنفينيتي راح يصير سالب واحد أس إنفينيتي وتتعقد المسألة. فألتجئ للنظرية هذه، أخذ القيمة المطلقة حتى نتخلص من المطلق هذا. شوفوا السالب المطلق راح يلغي السالب، بقى واحد على أن، وهذه راح تكون convergent to zero حسب هذه النظرية. إذن الأصلية أم السالب راح تكون أيضا convergent to
زيرو. نجي إلى نظرية أخرى اللي هي السيكوايزنج ثيورم فور سيكونسز، وهاي أخذناها النظرية بتفاضل واحد، أنه إذا كان عندي ثلاث متتابعات أي أن وبي أن وسي أن، بحيث البي أن تكون محصورة بين أي أن وسي أن، والليمت للأي أن والسي أن معروفة، يعني الليمت للأي أن الساوي للليمت للسي أن والساوي لفد أل، إذن الوسط راح يساوي هذه الأطراف، الليمت للبي أن راح يساوي لأل أيضا. شوفوا هذا المثال determine whether سالب واحد قوة أن في واحد على أن convergent or divergent. طبعا هنا ممكن أنا أحددك أقول لك by using sequencing theorem determine whether the sequence is convergent or divergent. فهنا عندنا السالب واحد قوة أن راح يكون محصور بين سالب واحد وواحد، هذا معروفة، يعني إذا كان الأس فردي راح يعطيني سالب واحد، وإذا كان الأس زوجي راح ينطيني واحد. راح أقسم أطراف هذه المتتابعة على أن، راح سالب واحد على أن هذا هو نفس المتتابعة الأصلية، راح أجي أخذ الليمت المن أخذ الليمت للأطراف، راح أخذ الليمت للأطراف ليمت للسالب واحد على أن للسالب واحد على أن يساوي لليمت واحد على أن ويساوي صفر، إذن هذه بالوسط راح تكون مساوية للصفر، إذن هذه المتتابعة راح تكون convergent to zero. هذا مثال آخر determine whether the sequence cosine n على n convergent or divergent. أيضا راح نجي ناخذ هذا الكوساين محصور بين سالب واحد وواحد، هذا معروف الرينج للكوساين، راح أقسم أطراف هذه المتراجحة على n حتى أوصل للأصل، فالأطراف هنا راح تكون الليمت مالتها صفر، وبالتالي إذن الليمت لهذه المتتابعة ايضا راح تكون شنو؟ صفر، اذا هذه المتتابعة راح تكون convergent to zero. زين، خلي شو نقول هنا، نقول then limit لهذا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ايضا صفر، اذا هذه المتتابعة راح تكون convergent to zero. اوكي، يعني راح تكون متقاربة الى الصفر. هذا مثال homework، جربوا زين، شوفوا لي اياها convergent or divergent. ان شاء الله يعني قريبا، باعتبار هذه المحاضرة هي محاضرة سابقة بس للتوضيح، كان الصوت بعض الطلبة قالوا ما قدرنا نسمعه، وبعض الطلبة سمعوه وحلوا الواجب ورفعوه، بس أنا أعيده لكم أفضل، فراح تكون محاضرة قريبة إن شاء الله نكمل بيها الانكريزينج والديكريزينج، شو وقت تكون متزايدة ومتناقصة هاي المتتابعة، وأيضا راح نتكلم عن دراسة المتتابعة المقيدة حتى ننتقل بعدها للسيريز اللي هو الموضوع الأهم ويحتوي على اختبارات كثيرة للتقارب والتباعد. إن شاء الله راح نغطيها في محاضرة أو محاضرتين قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.